أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الاعتداء اللا إنساني واللا ديني على نساء البحرين العفيفات، نقول أن حقوق الإنسان أو حقوق المرأة في البحرين كذبة حقيقتها الاعتقال والاغتصاب والتعذيب والشتم والضرب، جريمة تضاف إلى سجل الاعتداءات الوحشية المتكررة على خلفية ما يجري على حرائر البحرين في مراكز الدولة الرسمية أو في مراكز التعذيب الرسمية. إن الاستخفاف بشرف الأعراض وتوجيه الكلمات البذيئة والساقطة إليهن يكشف مستوى القبح الذي وصل إليه الخليفيين. إنا نحمل السلطة الخليفية ما جرى وما سيجري، إذ أن انتهاك العرض والناموس من قبل أفراد وزارة الداخلية سيفجر غيرة أبناء هذا الشعب المؤمن على أعراضهم.